تغيب السينما عن غزة نتيجة عوامل متعددة، فتحضر مبادرات اجتماعية ثقافية كمبادرة سينما البحر التي يسعى القائمون عليها إلى تعزيز دور السينما في خدمة قضايا المجتمع. غزة سور العرض مغلقة لظروف اقتصادية وسياسية، لكن في شيء اسمه سينما مفتوحة بإمكانيات بسيطة، بشاشة عرض بسيطة، ممكن أنت تعمل محاكاة لهي السينما اللي تقدم عروض للناس اللي بغزة. مبادرة سينما البحر هي محاولة منا لتفعيل نادي السينما. طول الوقت بنفكر كيف ممكن إنه إحنا نقدم منتجات فنية من خلالها ممكن نتفاعل مع الناس. جزء كبير من الأفلام كان وثائقي بيحكي عن شخصيات فلسطينية زي معين بسيسو، بيحكي عن مدن فلسطينية، عن حيفا، عن عكا، لأنه السينما هي أداة مهمة في توصيل الأفكار للناس. إحنا ما في عندنا السينما، إحنا بس بنشوفها يعني بالأفلام بالتلفزيون. هذه التجربة كتير حلوة، يعني بيستفادوا منها الأطفال وبيستمتعوا. المبادرة هذه جميلة كتير، يعني لأنها بتعزز من ثقافة السينما للأطفال. بعدين أطفالنا ما أنت شايفهم فيش بيعرفوش إيش يعني السينما. يعني السينما من عنا من قديش، من 25 سنة راحت السينما، لكن الأولاد هلقيتها تفاجأوا فيها، كتير مبسوطين. يعني بدل ما هم بيجوا كمان على البحر لقوا كمان إشي أجمل. أحمد غانم، غزة، الميادين.